اهلا بيكم في فيديو جديد من اكسباند كارت. في الفيديو ده هنشوف ازاي نقدر نعمل تعديلات على القالب بتاع المتجر بتاعنا. انا هنا اخترت القالب ده علشان نشرح عليه التعديلات اللي هننفذها. التعديلات اللي انا اقصدها هي كل التعديلات اللي بتبقى موجودة في واجهة المتجر اللي انا ممكن احب اغيرها او اعدلها، زي على سبيل المثال تغيير الكلام اللي موجود في الايقونات اللي هنا، تغيير الكلام اللي موجود في المنيو او الموديول اللي موجود هنا، تغيير الكلام الموجود هنا، تغيير اماكن الموديولز او الوحدات اللي بيتشكل منها الصفحة بتاعت المتجر الرئيسية وهكذا. على سبيل المثال يلا نبتدي ونحاول نعمل بعض التعديلات على القالب بتاعنا. علشان اعمل التعديلات بضغط على تصميم وبعدين بضغط على تعديل القالب. انا حابب ابتدي التعديلات من خلال مخطط الوحدات. مخطط الوحدات ده الجزء اللي هو بيوضح اللي اوت بتاع المتجر بتاعي بتاع كل الصفح. هو دلوقتي باي ديفولت او بشكل افتراضي بيكون موجود على صفحة البداية اللي هي الصفحة الرئيسية او الهوم بيج بتاعت المتجر بتاعي. فانا هنا زي ما احنا شايفين كده هنلاحظ ان كل الموديولز اللي موجودة او اللي بيتكون منها او الوحدات اللي بيتكون منها بتتكون منها الصفحة الرئيسية للمتجر موجودة هنا. بمعنى اصح هنا مثلا موجود عرض الشرائح، وواضح ان هو موجود في اعلى المتجر، فاحنا ده هو عرض الشرائح وتحتيها الوحدات الخاصة. فهنلاقي هنا في صورتين دول اللي تحت عرض الشرائح، فده معناه ان الصورتين دول انا اقدر اعددهم من خلال الوحدات الخاصة. تعالوا نشوف ازاي. يلا بينا. هضغط على الوحدات الخاصة اللي هنا دي، هو كاتب لي الوحدات الخاصة رقم 3، ففتح لي الجزء الخاص بالوحدات الخاصة في المتجر بتاعي. انا عايز وحدة رقم 3، وفعلا لقيت فيها الصورتين او التو بانرز او البانرين اللي موجودين عندي هنا. طيب علشان انا اقدر اغير البانرز دي بمنتهى البساطة هضغط دبل كليك كده على الصورة اللي انا عايز اغيرها واضغط على تصفح وارفع الصور اللي انا عاوز احطها. انا كده رفعت البانرز اللي انا عايز احطها، فهبتدي اضغط هنا دبل كليك كده على الصورة وبعدين ادوس موافق، فظهرت الصورة زي ما احنا شايفين. هضغط مرة تانية هنا واضيف الصورة التانية واضغط موافق، فتمت اضافة الصورة التانية. وبعد كده هضغط على حفظ علشان احفظ التعديلات اللي انا عملتها. بعد كده هدخل على واجهة المتجر علشان اشوف التعديلات دي تمت بنجاح زي ما انا عايز بالظبط ولا في حاجة انا حابب اعدلها. وزي ما احنا شايفين فعلا الصور تم اضافتها بالظبط زي ما انا عايز. طيب كده احنا عدلنا الصور دي. طيب لو انا دلوقتي عاوز اغير الجزء اللي موجود هنا ده، فابتدي ادور عليه في المخطط بتاع المتجر واشوف ده اقدر اغيره منين. فهلاقيه هنا، هو نمرة 2 هنا. لو ضغطت على الرابط دوت هيجيب لي الوحدات الخاصة. هو هنا كان بيقول لي الوحدة رقم 4، فانا هروح على وحدة 4 فهلاقي فعلا البيانات اللي موجودة هنا بالصور بتاعتها واقدر اعمل فيها التعديل اللي انا عايزه. فعلى سبيل المثال انا لو حبيت اغير الكلام الموجود هنا مثلا، فانا هكتب مثلا last today ده علشان في الانجليش، وفي العربي اقدر اعمل نفس الموضوع بالظبط. وبعد كده اضغط حفظ واشوف التعديلات ازاي تمت على واجهة المتجر. زي ما احنا شايفين فعلا تم التعديل بالظبط زي ما انا عايز، وتغير الكلام، وبنفس الطريقة اقدر اعدل كل الاجزاء الموجودة هنا. طيب لو انا حابب دلوقتي ان انا اغير
مكان حاجة. يعني لو نتخيل ان انا عاوز احط الجزء اللي هو الخاص بالانفورميشن، صفحة المعلومات دي اللي فيها من نحن او اباوت اس ومعلومات عن الشحن وخلافه، لو انا حابب على بفرض يعني ان انا احطها فوق واخلي الجزء ده هو اللي تحت. علشان اعمل ده بمنتهى البساطة، هاجي هنا عندي صفحات الويب اللي هو الجزء بتاع الانفورميشن ده، هروح رافعه فوق كده زي ما احنا شايفين، وبكده هو خلاص بقى فوق المنيو. لازم بس هضغط حفظ وبعدين نشوف ازاي ده اتعمل. في حالة تغيير المكان انت مش لازم تضغط حفظ، مجرد بس ان انت بترفع الموديول بيتغير فعلا مكانه فورا. وزي ما احنا شايفين كده بقت الصفحة بتاعة المعلومات فوق. واقدر اكرر نفس الموضوع مثلا على الجزء بتاع السبيشيالز او المنتجات الخاصة، ان انا اغير مكانه واخليه وليكن هنا مثلا. اقدر بقى اعمل التعديلات بالشكل اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين. طيب لو انا دلوقتي حابب اغير بعض الاجزاء اللي موجودة في اسفل المتجر هنا، مثلا زي التويتر اكاونت دوت، انا عايز احط التويتر اكاونت الخاص بيا او الخاص بالشركة بتاعتي او المتجر بتاعي، فهدور على الموضوع دوت هنا، فهبص هلاقي ان هو في اسفل المتجر فعلا موجود حاجة اسمها وحدة تويتر. لو ضغطت عليها هيظهر لي الصفحة اللي ممكن اغير منها حساب التويتر اللي بيعرض هنا، وشارح لي ازاي هنعملها سريعا. انا بضغط على الرابط دوت واكون اوريدي عامل ساين ان على حساب التويتر بتاعي، وبعدين بقول له كرييت ويدجت، وبعدين باخد انا عايز اخد الاي دي ده كوبي وبحطه في الفيلد ده. فانا عشان اخده كوبي هاخد الجزء ده كله كده كوبي، وبعدين هاخد منه الاي دي بتاع الحساب بتاعي، وبعدين اضغط حفظ، وبعدين اضغط على واجهة المتجر عشان نشوف ازاي تم التطبيق. الكلام ده تمام، تم بنجاح، وده دلوقتي حساب التويتر الخاص بيا بقى هو اللي موجود على المتجر. هنلاقي هنا مثلا انا عندي هنا ليتست بلوج او احدث المدونات. لو انا طيب مش عاوز عاوز اشيل الجزء ده، مش عايزه موجود في الموقع دلوقتي، انا مش هستخدم مثلا المدونة، فبمنتهى البساطة وحدة احدث المدونات هضغط عليها، وهعمل لها تعطيل. يفضل انك تعمل لها تعطيل مش حذف، علشان لو احتجتها بعد كده يكون سهل عليك انك تشغلها مرة تانية. وبعدين هشوف ازاي تم الموضوع ده على المتجر بتاعي. زي ما احنا شايفين اتشالت فعلا الوحدة. وبنفس الطريقة اقدر كل الاجزاء بتاعة الموقع اقدر اغيرها بالطريقة دي. طيب الايكونز الموجودة فوق دي انا ما شفتهاش لغاية دلوقتي، فتعالوا نشوف دي ممكن نعملها منين. هنلاقي هنا عندنا في تعديل القالب حاجة اسمها الوحدات الداخلية، دي فيها الجزء بعض الاجزاء اللي الجزء اللي هو موجود اعلى الموقع، اللي هي الايكونز اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين كده، زي فري ديليفري وكول تول فري والكلام ده، هي موجوده هنا عربي وانجليش. واسفل الموقع موجوده البيانات اللي احنا شايفينها هنا، اللي هي في اسفل المتجر خالص من تحت، زي الصوره الصوره دي، وبيانات التصل بنا وال نيوزليتر او البريد التسجيل البريد الالكتروني على المتجر. طبعا الكلام ده كله يطبق على العربي والانجليزي. فزي ما احنا شايفين هنا بقى اعلى المتجر، انا اقدر اغير الكلام الموجود هنا. فعلى سبيل المثال هنغير فري ديليفري دي مثلا ونخليها اكسبريس ديليفري، واقدر طبعا اغير كل حاجه زي ما احنا عارفين، واضغط حفظ واشوف التعديل ده تم ازاي على المتجر. تمام، تم التعديل بالظبط زي ما انا عايز.
ارجو ان انا اكون وفقت في ان انا اوضح اهم الحاجات اللي ممكن نعملها عشان اعدل الاجزاء او الوحدات الموجوده في المتجر. وزي ما احنا قلنا كده، انا ممكن اغير كل حاجه بسهوله جدا من خلال مخطط الوحدات، لانه هيوجهني ويعرفني مكان الحاجه دي فين بمنتهى السهوله. بنفس الطريقه تقدر تطبق الكلام ده على كل صفحة المتجر، وتقدر تطبق الكلام ده على كل القوالب الموجوده. شكرا، وما تنساش لو عندك اي سؤال ما تترددش، وابعت على طول للدعم الفني عن طريق أيقونة الهلب. احنا موجودين دايما عشان نساعدك. شكرا، واستمتعوا بوقتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.